مسكين ياك خدام طال ماجو طال ماجو الله يصبركم والله شحال وياه لا الله صوغ الله يرحم الله يوسع عليه كتاب ديال مكتوب راه ان شاء الله مجوج بنتك ولا اختي اختك اسم ديالو احمد احمد العروي العروي والله يصبركم اخويا هادشي اللي وقع هذا على ما سمعنا حنايا تبع متجولين السيد كيدير هادشي ديال مول القراعي جمع هادشي ديال التبوعيره وداكشي راه الكروسه ديالو تما دخل باش يبقش شويه تحت من لاسانسور كما كيقولوا الناس اللي حضروا العمليه وفجاه قال لك ما عاد نصر شي كابلي ولا ما عاد شنو هو ما عرفوش ونزل عليه لاسانسور دابا حاليا الناس ديال الوقايه المدنيه وداكشي باقي هو تحت باقي ما جبدوه ما والو فهمتي كان كيتسناو واقيلا الشركه ديال لاسانسور تجي باش توضع حل هذا الشيء هذا باش يتم انتشال واش انتشال الجثه او باقي على قيد الحياه الله اعلم باقي الناس ما عارفينش هذا هو اللي كان عندنا فهاد الشيء اللي سمعناه وهاد الشيء اللي شفنا وكما كتعاينوا نشوفوا السلام عليكم راه كنت دايز من هنا سيدي وهاد العساس قال لي هذاك المول الكروسه واحد الرسول دخل ديك الرسول ودخل مسكين باش يجبد ديك الكابل والسنسور هبط عليه خويا والله الله يبقى عليه الستر مسكين شوف واش يبقى حي ولا صعيب بزاف
ماهيش الله يطول في عمره وكاع وهادشي اللي كنت حاضر استاذ؟ انا حاضر استاذ، راني دايز من هنا وعيط عليه مول الكروسه قال له ادخل اخويا واحد الرسول ديه، ودخل بدا كيحفر على ذاك الرسول وهو هبط عليه هذاك السنسور من الكاتريام ايتاج. هبط عليه اخويا، هبط عليه هبط عليه ضربه كبيره بزاف. رحمه الله وصحبه. فيما شوف بزاف باش يكون باقي حي، صعيب بزاف. والله يرحمه مسكين ان شاء الله. اخويا حنا بحالنا بحالك، حنا كمان باغيين نعرفوا شنو واقع هنا. حنا كيقولوا هما كيقولوا واحد السيد عنده كروسه مولا الكروسه ديال الكروسه ديالو، كيقول كان خدام هنايا، جابوا شي واحد يهز ياخذ من عنده شي حاجه، جابوا شي واحد باش الله اعلم. حنا ما حاضرينش، حنا في تيراد كاع، حنا كنفترضوا، حنا من الحد السابق ما شفنا والو. شنو وقع له؟ حنا كنا كنترزقوا لعند سيدي حرازم، جا واحد السيد من هنا قال لنا شي واحد من عندكم راه طاح عليه سانسور، طاح عليه سانسور. هادشي اللي سمعنا وحنا باقيين كنتسناو، حنا بحال بحالنا شي 55 60 سنه. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.